بسم الله الرحمن الرحيم. عنا هذه جت نوفو موديل فيها ديسك ويت ديسك ديفران، باش نوريكم كيفاش نحو التري والباتانات، مش نوريكم كيفاش نحو نخرج نحلو الديسك. تابعونا بشوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا هذايا التري زوز برونات مفتاح 13 لينات، تشد يلزمك عندك مفتاح 13 لينات و15 فرج، و15 فرج يبدو جويد يبدو جويد باش يدخل بين التري واللاكس. هذا خاطرك تدور بتريز برك يبدو يدور بكله، يلزمك تشد 15 فرج وتحل بتريز. هتحل هما زوز بلونات، عنا هذايا بونو، وقبل هذايا الكل اللي ما تحل اللي ما تنحي فرامة باش تحس تدور الديسك تدور ليبر الديسك، وقت ذاك تنجم تحل التري باش تنجم تخرجها. هذايا الثاني، هذه التري هاي خرجناها، هذه التري خرجناها من المكان. بعد ما خرجنا التري عنا كعبتين حتى نحوهم هم ردوا بينا كي نحوهم وردوا بينا على الجرافيت اللي يتكسر واللي يتنطل. هذوما الباتانات. بعد هذاك بعد ما حللنا التريين احنا زوج بلونات بتريات، جو عندنا السيبور نتاع التري اللي هو تشد فيه التريين نتاع الفران اللي فيها البيستون يتسكر على الباتانات. عندنا زوج بلونات تاع السيبور يتحلوا بمفتاح، هذا المفتاح 14 سيبون اللي هو هذايا 14 سيبون اهو، واخذروا له يبدو بالسنين، يعني السنين قريبه لبعض. هذوما يبدو السنين قريب لبعضهم باش تنجم خلف المفتاح هذايا ما تنجموش تحلوه. هم الدرونات من التالي
كيما نحينا اللي نحيناه الحاجه اللي نحيناها الاخرين هي تركب لونين. هاي البولون كيما فهمناكم رجعوا الديسك في بلاصتو نكبسوه نجيبو السيكور كالعادة هذا السيكور شفتوه نرجعوه لمكانو هذايا البولون هاهو نعدوه هو اللي يمشي شي هذا الثاني هذا الثاني شفتيه توا ركبناه هاك في بلاصتو هذا جديد ركبناه كيما وريناكم بين الفرق بين الجديد والقديم وريناكم فاش ركبناه في بلاصتو حطينا التري توا باش نحطو البطانات توا عنا البطانات اليوم باش نرجعوهم بلايصهم ناخذ البطانات توا باش تعرفوهم اللي هم خشين هكا اخضر خشب ومدري شنو يعني جدد مازالو مش نحطوا التلي هذه التلي هو التلي اللي تشوفوا فيه كيفاش التلي مدام هذه التلي كيما تشاهدوا في التلي ما حبش ادخل فيه بلاصه ظهري داها خاطر علاش يلزمها هو غزروه كيف شفتوا هذا كيفاش جديد ما فيه حتى حرف ما عندكش شوف هذا كله نظيف ما فيش حتى حرف نركبوه زاد في بلاصتو هذا جديد ها الفرق شوف كيفاش شوف الجديد كيفاش والاخر كيفاش نحط ديسك جديد
راكبوا كعبة الفيس. هي مش تسانتر كعبة الفيس هذه مش تسانتر لنا الديسك باش ما يبقاش كي تجي تركب العجلة لا يقدر العجلة تنقب ولا حاجة تنحي العجلة يبقى هو يلعب ما يخليش العجلة تركب بلا زد. نعطوه ضريبة صغيرة هكا نعطوه ضريبة صغيرة نكبسوه بالقاع هكا يبقى ديما مسنتر هكا هاكا تو الديسك ليبر هو يدور توا عندنا التري هذايا هذه التري شفتوها فيها بيستون الداخل هاي بيستون هذي نوري فيها ليكم بصراحة فيها احنا فما عندها مفتاح سبيسيال هو اسمه أراش بيستون. الأراش هذا تحط المفتاح على جدها ويشد لهنا ويبدأ تبدأ تدور فيه وتدور بشوي بشوي ترجع المكان. احنا ما عندناش المفتاح هذا كيفاش انت تو انت طايح حبان مثلا في الكياس في بلاصة بعيدة اش مش تعمل وما عندكش مثلا الأراش هذا طاحت لك مثلا كعب بطاط ومش تعمل لها عندك كعب بطاط دينا مش تبدل اش مش تعمل انت في الحالة هذيك تبدأ عندك بانس عندك بانس نقولوا لها احنا بانسة غاز هذه البانسة غاز نخذرها كيفاش تمشي وتجي هذه البانسة غاز اسمها بانسة غاز على البولون الكبر اللي تحب عليه هذا تعملوه هي ها او احنا كي ترجعها على الاخر تجي لهنا تجيب البانس هذي وتحطها في البيستون هاي البيستون كيفاش وتدور بالشعر وتدور وتنزل دور وتنزل هكا دور وتنزل ها هكا تقوى عليها شوية وتنزل في صورة ماء يعني مشت سهلة مشت ما مشتش سهلة مش تعمل تجي البيرجير هو هذا فما بولون بمفتاح داش فيه بوشون تنحيه نحيك البوشون بلاستيك اللي هو هذا بوشون بلاستيك نحوه نجيب وحداش افورج ولا افيب نحلو البولون هذاك نحلوه نرخفوه برك من غير ما نحلوه الكل رخفين برك هاو تشاهدوا فيه هذا نرخفوه برك شفتوا كيفاش ترخف ولا ليبر هاك خرج الزيت هو تاو باه شو نعملوا احنا كالعادة نشدوا البانس ندوروا ننزل ندوروا ننزل ندوروا ننزل للي ترجع البيستون لبلاصتها الحكم هو صعيب شوي يعني كاسح شوي شو نعملوا له احنا ما عندناش الأراش هذاك وهو كاسح يجي معايا عم علي يجي بارا هكا يعني يد شنو نزلوا بها ينزلوا بها يد هكا هذه تشاهدوا فيها هذه اليد مش ينزل هو هو مش ينزل وانا ندور هذا كيفاش اسرع عملي شوي خليها مستوي كيكا وتقوى شوي خل تمشي هو ينزل وانا ندور هو ينزل وانا ندور هو ينزل وانا ندور للي ترجع هي نتبعوها بالسياسة للي ترجع لبلاصتها اما يلزم واحد يوسع باله معاه لو مش فايدة هاي ما حبتش يخليها ويمشي يلزم الواحد يوسع باله بالجبيلة تاو شنو نوريكم كيفاش يركب وريناكم كيفاش ترجع البيستون هاك البيستون ريتو رجعت على الاخر البيستون هذي رجعت على الاخر على مستوى التري على نصف الفلاسك هذا تاو مش نحطه في بلاستو
انا زوز بلونيات كالعاده. خمستاش وتريز باش نوريكم تو كيفاش نعملوها بيرج. نجيبو مفتاح داش يبدا واحد في الكهرباء عمالي يجي بمبع الفرن بمب بمب انزل هكا كي ينزل هو نحلو احنا يخرج الهواء برك تخليش تخليوش لي يخرج برشا زيت الهواء برك بام انزل هكا خرج الزيت خرج الزيت صافي ما عادش نحى الهواء خرج كان زيت صافي عندنا البوشون كالعادة هذاك على السخ باش البرجير ما يتسكرش